الفتور الوسواس. يعني الوسواس يعني أنا ما قايل إن كلنا مبتلى به، لكن لا شك أن الوسواس من الشيطان. وإذا قال قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فالوسواس لا شك أنه من الشيطان، هو الذي يوسوس في صدور الناس ويحاول أن يؤذيهم بهذه الوسوسة. فلا شك أن أعظم علاج لوسوسة الشيطان هي اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والاستغفار وكثرة الذكر والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر الشيطان. هذا أفضل علاج للوسواس. ثم بعد ذلك ينظر ما هو الوسواس اللي قاعد يوسوس فيه، يعني شنو الموضوع، هل هو وسواس من المرض، وسواس من الخوف، وسواس من الموت، وسواس من الرسوب وعدم النجاح، وسواس من شك الناس به. شوف شنو الموضوع اللي قاعد يوسوس فيه ويحاول يعالجه، يعالج هذه القضية يعني. ولا مانع أبدا، أنا أقول ما في مانع أبدا يذهب إلى طبيب نفساني. طيب أحيانا إذا كان طبيب هذا يعني إنسان يعني جيد وعنده علم يعني بتخصصه وكذا، ما في بأس يذهب إليه ويطرح عليه هذا، لعله يعالجه إن شاء الله تعالى ويرقي نفسه، وإن شاء الله ما في إلا الخير أبدا.